لك إيش أهم الصفات اللي تميزك عن الآخرين وهتخليك تضيف للوظيفة هذه. ذكاء شديد، أستطيع تحمل الضغط الباب لا أقصي قوة. في عندي خبرة 5 سنوات كمساعد مدير. هذا اللي في محل السمك كريم، محل سمك محل خضار، هم إيش عرفهم فوق يعني؟ إنهاء خدمة، كل ما أروح مكان ريحة تسبق. أنت فالح اللي في النمك، الملك وكلمة عليك، أبوك مع حد المحل ده هو اللي جايب لنا الخير يا يوسف. آخر مرة أخذت منك السمك سممت أنا. أنا ما أدري المحل لو ما سوى دخل خلال شهرين راح نشحت في الشارع. أنا أبغى أي مصدر دخل بس يسترني. في نبتة اسمها الحبسة. حبسة؟ إيش حبسة دي؟ يعني تعتبر أعشاب. الناتشورال أفروديزياك؟ أعشاب تقوية. عنا أي شيء، بس اللي أعرفه إنه الأشياء هذه عليها الطلب مرة عالي. آخذ 50%. ولد 15 لا أهفك على وجهه. 15%. إحنا بنبدأ مشروعنا نطلع ملايين. قوم. أنا لحد الحين ما فهمت إيش دخلت كل الناس دي معاكم. دخلتهم عشانهم أهلي. أنا صاحب المشروع. كده معناته خربت. كريم أنت غبي ولا أهبل؟ أيوه. قفل قفل الموعد. إيش لك تقول له على الحبسة يا أبو محل أدب؟ إلا حيحبسوك يا بعيد. دقيقة دقيقة، ماني فاهم منك شيء. فين الأغراض؟ شوف يا جماعة، أني ورطتكم في مشاريع الفاشل. بس أواد ولا عقفوا. شم ريحة مشاكل جديدة.